حاليا صرنا شيء تقريبا 9 شهور عم نشتغل على الموضوع، نحن هلا باللمسات الاخيره لحتى نقدر نفعل جراحه القلب بروج افا، يعني بغضون الربع الاول من السنه الجديده لازم نكون منطلقين ومشتغلين اول عمل جراحي ان شاء الله. اهميه هذا المركز تكمن في انه روج افا كلها ما فيها مركز جراحه قلب، والناس عم تتعذب كثير لحتى تطلع برات الجزيرة تعمل هيك عملية. طبعا بالإضافة انه نحن رح نكون مثل ما افتتحنا قسم القسطرة القلبية ومركز العيون، بالنسبة للأسعار رح تكون أسعار ان شاء الله رمزية، يعني علما انه تكلفة جراحة القلب او مستهلكات جراحة القلب هي باهظة الثمن، يعني هلا حاليا مكلفة جدا يعني.